المكتب الوطني للكهرباء والماء الصريح للشرب يتخذ قرارا جديدا. أعاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصريح للشرب تطبيق الغرامة على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصدر أول أمس الخميس دورية أشار فيه إلى أنه اتخذ منذ بداية جائحة كورونا عددا من التدابير التجارية لصالح زبنائه، منها تنويع طرق الأداء ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء. وأفادت المعطيات التي تضمنتها الدورية بأن المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤدات قد وصلت إلى 650 مليون درهم، مشيرة إلى أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.